السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي 200 ميدي. هذا النهار غادي نقدم لكم واحد الآلة، شحال من واحد كي يحتاجها على حساب التقطيع ديال الخضر على شكل مكعبات صغيرة. والمفاجأة أنها كتصوب حتى الخبز. الخبز أنكم تقدروا تكرموه وتقطعوه مرسويات عاديين ويخرج لكم، لأن القناين أنا على حسب التجربة ديالي إلا أعطيتهم الخزو ولا الخبز ولا الربيع ولا عطيتو لهم مكعبات كبار، اما كيرميوه اما كيبقاو ياكلوا منه غير شويه وكيترمى. لاحظوا هذه الاله، هذه راه كاينه في السوق، راه موجوده. انها كتقطع المطيشه، كتقطع كي عندها هاد الديسكات ديالها كيتبدلوا كي على حساب واش تقريضه صغيره واش رقيقه. لاحظوا معايا ان هاد الاله الا شريتوها غادي في الحقيقه غادي تربحوا بزاف ديال الوقت. بسم الله، غادي نبداو دابا نقطعوا خيزو، نقطعو مرسويات هكا. شوفوا هاد الآلة هي عادية، آلة كتكون في جميع المنازل، ولكن أنا اكتشفت أنها كتقطع حتى الخبز كارم. أنا ديما كان عندي هاد المشكل ديال الخبز كارم. هانتوما لاحظوا، هي خيزو قطعتو مزيان، ولكن المفاجأة أن حتى الخبز كتقطعو غير تكرموه وخليه يكرم في الشمس وخدمو بيه. هانتوما لاحظوا شنو غادي بمجهود بسيط، شوفوا اسمو غادي يوقع. انتم يمكن لكم تقدموا هاد المكعبات القنايم، وغادي تلاحظوا انهم كيرتاحوا في الماكله ديالهم وما كيرميوهمش، تخلطوا لهم هكا مع الخبز هكا وغادي تلاحظوا المفاجأة ان شاء الله. دابا انتم غادي تلاحظوا الا شدينا هاد الخليط هذا ومزجناه مع الخيزو هكا، شو اسمه كيوقع، كيعطيك واحد المزيج اللي هما كيرتاحوا له الصراحه. لاحظوا معايا ان الخبز مقطع بواحد الطريقه على شكل مكعبات صغيره. هانتوما الى عجبكم الفيديو فعلوا الجرس وتكيوا على زر جام، دعمونا كي يصلكم جديد ان شاء الله مع مواضيع مفاجأة إن شاء الله.